ففي المسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلاً وعليه حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، وهو مرض يصيب اليد. يقول: وضعتها من أجل مرض الواهنة لكي ترفع عني هذه الحلقة، هو يعتقد أنها سبب فقط لكي ترفع عني هذا المرض الذي أصاب يدي. وهذا يشبه ما يكون في بعض الصيدليات من الأساور التي توضع ويظن أنها تسحب المرض، فمثل هذا ليس هناك شيء محقق، وإنما قد يكون وضعها مؤثراً على حالته النفسية فيظن أن لها تأثيراً. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا.